مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. اليوم نحكي عن موضوع يمكن مش مهم كتير لكتير ناس، بس في بعض الأشخاص اللي للأسف ما استطاعوا يدخلوا كندا بهذا السبب. خليكم معنا. الأشخاص اللي ما بيحتاجوا إلى فيزا لكندا، كندا أصدرت قبل حوالي سنة ونص أو سنتين تقريبا شغلة اسمها ETA Electronic Travel Authorization ETA، لازم تقدم لها قبل دخولك لكندا، وسعرها بسيط جدا $7. بس هذه للأشخاص اللي ما بيحتاجوا فيزا، زي السيتيزن تبعون مثلا أستراليا، السيتيزن اللي معهم جواز سفر نيوزيلندي بريطاني أوروبي بشكل عام، هدول ما بيحتاجوا فيز لكندا، فممكن يدخلوا عادي بدون أي فيز، لكن لازم يحتاجوا إلى شغلة اسمها ETA. هنحكي شوية عن ETA. فإذا أنت جواز سفرك لا يسمح لك الدخول بكندا إلا بفيزا، ما في داعي تحضر هذا الفيديو، مختصر يعني. إذا أحد هذول الأشخاص فلازم تسويه. في ناس كتير مثلا بريطانيين أصحابي يجوا على كندا وللأسف تغلبوا كتير في المطار لأنه ما كانوا محضرينه، وللعلم مش بس كندا اللي مسوي هذا البرنامج، أنا بس رحت على أستراليا بالجواز الكندي اضطريت أني أسوي شغلة ETA، سعرها كان $20 أمريكي. لما هلا الآن أوروبا بتفرض على الكنديين برضو يسووا شغلة اسمها ETA، فهي شغلة عم بتصير بس عشان يعرفوا مين داخل ومين طالع. في شوية شغلات بدنا نحكي عنها اليوم. الـ ETA راح أحط لكم الرابط تبع الموقع، بتروحوا بتسجلوا فيه تسجيل عادي، بس في شغلات أمور مهمة لازم تنتبهوا لها، إنه التسجيل هذا كل أبليكيشن لشخص واحد، ما بتقدر تعمل أبليكيشن لكل أفراد الأسرة. تعمل الأبليكيشن تدفع له وانتهى. شغلة تانية مهمة جدا انه يكون معك جواز السفر، التاريخ السفر والوصول والخروج، وكريدت كارد لازم يكونوا معك جاهزين لانه ما بقبلوا غير كريدت كارد. المبلغ $7 مش مبلغ كبير، بس لازم تدفعه اونلاين على الكريدت كارد. لازم تراجع المعلومات كاملة، لازم تراجع المعلومات تتأكد انها صحيحة، لانه لو في شغلة مخالفة لما هو في الجواز سيرفض الابليكيشن، بس توصل على كندا راح يقولوا لك فيش مطابقة، فبالتالي لازم تسوي ابليكيشن جديد وتدفع شغلة جديدة. طبعا لازم تطبع الابليكيشن عندك في البيت لانه ما في اشي تطبعه غاد، او تقدر يكون عندك ايميل فعال وتحفظه بالايميل. طبعا هون بحكي لا يمكن حفظ المعلومات، المعلومات هاي بتكون دقيقة جدا، عندك وقت محدد لفيلينج ابليكيشن، يعني مش تروح تشرب لي كاس شاي ترجع بروح عليك كل اللي كتبته. الابليكيشن شوية مش طويل، بس هشرح لكم اياه بشكل مبسط. اذا حابب تسمع كمل الفيديو، اذا اكتفيت بهاي المعلومات فتقدر تروح على الرابط وتكمل. طبعا اول شيء اللغتين اللي موجودين فيها هي الانجليزي والفرنسي فقط. اول سؤال بسأل هل انت المتقدم او شخص ينوب عنك؟ اذا انت مثلا travel agencies او بدك تقوم عن الاطفال فبتحط هون يس. اول اسئلة بتحط اسمك، عدد افراد العائلة، اذا انت عضو في منظمة او في نقابة او شيء زي كده ممكن تسوي، رقم الهاتف، عنوان البريد، كل هاي الامور، وبتعطي تصريحات انهم يدققوا عنك. طبعا هاي كلها معلومات ديتا بيحتفظوا فيها ان كيس بدهم اي شيء. الشغلة الثانية اذا كنت احد الوالدين بسألك او لا، بتكمل الابليكيشن. طبعا اللي بعدها بسألك شو نوع جواز السفر، عادي، دبلوماسي، رسمي، مؤقت، بلا بلا بلا. طبعا البلد اللي صدر منه جواز السفر لازم تحطه، الجنسية المذكورة في جواز السفر.
هون بقول لك very important. إذا هون حطيت دولة ما بتحتاج لـ ETA بقول لك إنك أنت تحتاج إلى فيزا ما بتحتاج إلى ETA. طبعاً مواطني بعض الدول بتحتاج إلى أسئلة مهمة، مثلاً إذا أنت مقيم بصفة قانونية في الولايات المتحدة مع جرين كارد تقدر تعبي هذا الموضوع كمان. طبعا هون بقول لك لازم هذا مهمة، توخي الدقة في إدخال المعلومات المطابقة لجواز السفر. إذا أخطأت في كتابة رقم جواز السفر فقد لا تتمكن من الصعود على متن الطائرة التي ستنقلك إلى كندا. إذا اكتشف هذا الخطأ في المطار لازم تقدم أبليكيشن جديد، وهذا كويس، بس إذا اكتشف وإنت في كندا هون المشكلة، لأنه في اللحظات الأخيرة عادة بيكون صعب إنك تحصل على، لأنه بدهم شوية تشيك عليك. طبعا ببدأ هون رقم جواز السفر، اسم العائلة، الاسم، بقول لك الأسماء لازم تكون مطابقة، ما تحط اسم مش موجود في الجواز، هذا مهم جدا. العلامات أو الشحطات، مثلا أنا عندي أبوستروف أو فاصلة في الاسم، هاي مش لازم تحطها. إذا في عندك هون طيب، هذا بحكي لك عن جواز السفر، أو بحكي عن جواز السفر اسم واحد، علاقة الزواج، هذه كلها بحكي عن جواز السفر، تاريخ الميلاد، الجنس، البلد اللي أنت ولدت فيها، ومدينة الميلاد، هذه كلها أسئلة عادية يعني زي ما قلت لك. بعدين المعلومات الشخصية عن صاحب الابليكيشن، هل هو متزوج أو لا، هل هو منفصل، هل هو مطلق، زواج ملغي، زواج عرفي، أي اشياء زي هيك. اللي بعديها معلومات عن العمل، الوظيفة، عنوان العمل، البلد اللي انت مقيم فيها او بلد المدينة، ومتى بدأت العمل، هاي الأسئلة مهمة جدا. المعلومة الصفحة اللي بعدها راح تكون معلومات حول التواصل، اللي هي الرقم، اللغة المفضلة عندك طبعا انجليزي او فرنسي، عنوان البريد الالكتروني، هذا مهم جدا بتعيده مرتين، وبعدين بتحط رقم الشقة والشارع والمدينة اذا كان موجود، واكيد بدك تحط معلومات بعدين بشأن السفر، هذا الجزء الثاني، معلومات متى ستسافر الى كندا، ومتى تنوي السفر إذا بتعرف طبعاً. هون معلومات عن خلفية صاحب الطلب، معلومات عن خلفية صاحب الطلب، تطرح لك أسئلة background questions، يعني هل سبق أن رفضت تأشيرتك أو تصريح أو منعت من الدخول إلى كندا، هل سبق أن ارتكبت أي جرائم جنائية في بلدك، هل سبق تشخيصك بمرض السل في العامين الماضيين، او في عندك كان احتكاك، هل احتكاكك بمرض السل ناتج عن كونك عامل في مجال الرعاية الصحية، وهل تعاني من احد الامراض الزهري مثلا ادمان مخدرات، الكحول، حالة نفسية مصعوبة بالذهيان، اذا في عندك اشي بدك تقدم مستندات تكون معك. طبعا بعديها بتوقع على الكونسنت فورم، في زي توقيع صاحب الطلب على الشروط والموافقة عليهم، بتكتب انا موافق بس، يعني ما بتوقع توقيع على هذا، وبعدين بعد الدفع بتدفع الرسوم بتدفع زي ما حكينا في الكريدت كارد، بعد ما تدفع الرسوم وتخلص مفروض انه خلال فترة وجيزة يصلك رسالة على البريد الالكتروني من هيئة الهجرة بتحكي لك انك قدمت،
وبعد فترة يعني خلال مدة قصيرة مش كاتبين الوقت، طبعا عادة هي within 24 hours توصلك كيف انك تطبع الـ ETA تبعتك اذا كانت تمت الموافقة عليها. واذا اجتك على البريد تجيك برضو على البريد. طبعا زي ما حكينا برجعوا بحكوا انه اهم شيء المعلومات اللي موجودة في جواز السفر تكون صحيحة. هذه المعلومات لازم تكون 100% موجودة حسب جواز السفر. وخلص هذا هو كل الموضوع عن الـ ETA. فالموضوع سهل جدا، ما بيستاهل التعقيدات اللي الناس كتير تتوقعها. أسئلة بسيطة جدا وتوفر عليك وقت كتير لما توصل المطار من العناء انهم يرجعوك لا سمح الله، او خلوك تروح تقدم وتستنى لك 3-4 ساعات في المطار وتتأخر. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.